مشاهدينا، وتنضم إلينا عبر الهاتف ميثاء أحمد كلثوم، المتحدث الرسمي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية. أولا نمسي عليك بالخير ونرحب بك في علوب الدارة. يا مرحبا بك أخوي حمدان، ومشكورين على الاستضافة الكريمة، وحياكم الله. الله يحييك. شو يمثل الإطار العام لإدارة المواهب الواعدة في الحكومة الاتحادية؟ الإطار طبعاً تم تطويره من قبل أعضاء مجلس الشباب للمواهب الحكومية التابع للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، واللي تم الإعلان عنه مؤخراً في ضمن مشاريع الأجندة الوطنية للشباب 2031. يعد الإطار لإدارة المواهب الواعدة في الحكومة الاتحادية أداة رئيسية للاستثمار في المواهب والكفاءات الحكومية الشابة، وهذا ترجمة لرؤية توجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم الدبي رعاه الله، بأن الشباب هم المحرك الرئيسي لمسيرة العمل الحكومي وضمانة المستقبل. من خلال مبادرة تساهم كذلك في رفع إمكانات الكوادر الوطنية وتلبية احتياجات المتنامية للقطاعات الجديدة من المواهب الشابة. كما أن الإطار يتماشى مع رؤية حكومة دولة الإمارات من خلال تعزيز تنافسية المواهب الشابة لبناء الجيل القادم من القيادات الحكومية، ويساهم كذلك في توسيع مشاركة الشباب في صناعة تصميم المستقبل، رفضهم بأفضل المهارات والخبرات المطلوبة في وظائف المستقبل وقيادة المشاريع والمبادرات الحكومية اللي تحقق مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 بإذن الله. نعم، إذن أستاذة ميثا، بماذا ستسهم هذه المبادرة؟ المبادرة أو الإطار نقدر نقول هو الأداء اللي بتمكن الجهات من تعزيز بيئة داعمة وممكنة للمواهب الشابة من خلال مشاركتهم في صنع المستقبل وتصميم المشاريع التحولية الريادية على مستوى الحكومة. الهدف الرئيسي من الإطار أن احنا نعزز آليات استكشاف المواهب الشابة الواعدة في الجهات الاتحادية في الدولة، ونمكنهم ونساهم في تطوير العمل الحكومي للدولة، ونمكن أيضا صناع القرار من اختيار المواهب المناسبة للمشاريع والمبادرات وفق كل اختصاص أو كل مجال. ونأسس قاعدة بيانات ذكية للمواهب الحكومية، وهذا طبعا كله يكون مرجع للحكومة أنها تستفيد من خبراتها وكفاءات الشابة اللي موجودة في مختلف المجالات والقطاعات. نعم، إذن هذه مواهب وطنية، فشو الأدوات اللازمة لاحتضان مثل هذه المواهب الوطنية؟ طبعا الإطار أول شيء مثل ما قلنا هو مصمم بأيدي شابة، ومصمم ليتكون من أربع مراحل رئيسية، بداية باستكشاف المواهب في كل جهة حكومية اتحادية، بعدها تليها مرحلة تقييم المواهب واختيارها باستخدام أدوات قياس مرنة، وثالثا عندنا مرحلة التمكين والاستثمار. هالمرحلة بتركز على تعزيز كفاءة المواهب وصقلها من خلال مشاركتها في مشاريع وطنية استراتيجية على مستوى الدولة، ونهاية طبعا التحفيز مهم. مرحلة التحفيز تشمل مسار لتطوير المواهب الشابة وتخصصاتها الوظيفية، طبعا ختاما بمكافأتهم وتحفيزهم. نعم، إذا يقدم أيضا الإطار آلية لقياس أثر التنفيذ على مستوى كل جهة اتحادية من خلال تتبع نسب النمو في المواهب الحكومية والكفاءات الوطنية الواعدة فيها. وهذا بيمكن صناع القرار أنهم يطلعون على نتائجها من خلال لوحة مؤشرات رقمية. نعم، إذا احنا تكلمنا عن خصائص الإطار العام لإدارة المواهب الحكومية الواعدة، فشو هي المواهب الحكومية الواعدة؟ أنا ممكن أختصر الخصائص بثلاث نقاط رئيسية، وبختمها بالتعريف الخاص بالمواهب الحكومية. أولاً، الإطار تم تطويله بالكامل بأيادي الشباب، وهذا يتمثل في عكس توجهات قيادتنا الرشيدة في تمكين الشباب وإشراكهم في عملية تصميم السياسات الحكومية. ثانياً، يتم بالمرونة اللي تم منحها للجهات استخدام أي من الأدوات والأساليب الاسترشادية اللي انذكرت في الإطار، أو عندهم الخيار أنهم يختارون اللي يتناسب من أدوات ثانية وفق طبيعة عملهم واختصاصاتهم. نعم. وثالثا، وضع الإطار تعريف موحد المواهب الواعدة على مستوى الدولة وأيضا على مستوى العالم، بحيث تفاوتت المسميات واختلفت وفقا لأسباب وجوانب مختلفة. نعم. وتعريفا بالمواهب الحكومية، هم مجموعة من الموظفين الموهوبين اللي لديهم أفكار ومعارف ومهارات وإمكانيات تمنحهم القدرة على الأداء بفعالية في مختلف المجالات الوظيفية، ويحققون نتائج متميزة تسهم في تقديم قيمة أكبر للجهة وتحقق تطلعات حكومة دولة الإمارات. نعم. العربية المتحدة. إذن ميثاء أحمد كلثوم، المتحدث الرسمي للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، شكرا لانضمامك لنا في علوم الدار.